التحديات تعب ومرار حولها يسوع انتصارات واختبارات في الإيمان لفرح ورجاء من بعد العناء وأمل من بعد يأس وكر من القلب للقلب يتعامل معانا من القلب للقلب يتوجع لبكانا وسهلا بيكم وحلقة جديدة وبرنامجكم من القلب للقلب. النهاردة فعلا هيكون كلام من القلب لأن الأيام اللي احنا بنمر بيها مش أيام سهلة، وإبليس عمال يخبط من فوق ومن تحت ومن الجنب وفي العالم وفي الصحة وفي البوليتيكال سيتويشنز، وكل حاجة بنسمعها شكلها كده إيه ضلمة. بس إزاي تبقى ضلمة وفي إله النور؟ إزاي في وسط الضلمة وفي وسط التعب وفي وسط الظروف الصعبة أقدر أقول إنه موجود حتى لو أنا مش شايفاه، حتى لو أنا مش حاسة بيه، لكن هو موجود؟ هنعرف إجابات على كل الكلام ده في حلقة النهاردة. هنكلمكم كلام حقيقي قوي واختبارات حقيقية قوي. مفيش حد هنا جاي يقول لكم وعظات، 1100 واحد ممكن يوعظ، لكن جايين نقول لكم كلام من القلب. عندنا ضيوف الحلقة النهاردة غاليين على قلبي قوي وغاليين على قلوبكم كلكم، لأن هم برضو عندهم برامج في الكارما والرب بيستخدمهم بمجد وإعلانات غير عادية. الأسيس صفا ويليام، اهلا بيك قسيس. اهلا وسهلا بيك يا اخت ايفيت، ومصدقين ان الرب النهارده هيدينا وقت رائع ومتميز في نشوفه هو في المشهد الحقيقي في اسم يسوع. امين. ونجات اختي وصاحبتي وصديقتي ومتشفعه امينه في الخدمه من بيت ايمان، بابا خلة وماما بيت ايمان وكنيسه القسيس ايميل بطرس، اهلا وسهلا بيكم. اهلا بيك يا حبيبتي اختي، مجرد وجودكم جايبين حضور ربنا معاكم. هللويا، احنا مصدقين في الرب. امين. يوم هيكون مختلف في اسم يسوع. النهارده هيكون يوم ناري باسم باسم الرب يسوع. استعدوا لان في لمسه الهيه غير عاديه النهارده. النهارده في ناس بتصلي حول العالم للبرنامج ده. الكلمات اللي سمعتها النهاردة اللي جات من حول العالم تتنبأ على البرنامج ده غير عادية. ده برنامج ناري هنتكلم فيه على أبويا في المشهد. هللويا. أبويا في المشهد. هللويا. هو في المشهد ولا مش في المشهد؟ هو فين؟ في المشهد طبعا. في المشهد. هللويا. أمين. في المشهد. أمين. هنشوف هو في المشهد من أمثلة كتابية، لكن أمثلة عملية كمان ليا وليك النهاردة اللي بيحصل في حياتنا. هو مش بس إله العهد القديم وإله العهد الجديد، ده إله النهاردة. هو الإله اللي مسيطر على أعمال الرسل، هو اللي كل يوم بيكتب بقصة القسيس وبقصة نجاة وبقصتي وبقصصكم وباختباراتكم صفحة جديدة في سفر أعمال الرسل. مع بعض بنصنع تاريخ لإلهنا. هو فين يا أسيس؟ هو في المشهد ولا مش في المشهد؟ أبويا في المشهد. هللويا. بصدق النهاردة أن الكلمات دي كلمات خاصة يا أختي فيت، بإعلان خاص من الروح القدس لناس كتيرة بتسمعنا النهاردة. هنطلع بعد الوقت دوت وإحنا عارفين ومتأكدين أن أبويا في المشهد، وإحنا بنصلي كانت الكلمات دي كلمات نبوية من الله لينا. كنت بمر بظروف صعبة جدا في وقت كورونا، وصلت لمرحلة الانتهاء، لكن وقفت وقلت له أنا لسه على حياتي في مواعيد، لسه على حياتي في خدمات، لسه في
سفريات، لسه في أفريقيا، لسه في امتلاك لأراضي كتيرة. وجاتني العبارة ديت: لا تخف لأن الرب في المشهد. ومن يومها مسكتها وقلت أبويا في المشهد. فكل أمر في حياتي أبويا في المشهد. وليه هو في المشهد؟ رب عطينا النهاردة ثلاثية هنتكلم فيها مع بعض. الحاجة الأولانية ليه هو في المشهد؟ لأن أبويا صاحب السلطان فهو في المشهد. طيب خلينا بقى ناخد أمثلة عملية. يعني إيه صاحب السلطان؟ يعني الجو حوالينا ممكن يكون عواصف، يس، ممكن يكون أمراض. إزاي ليه سلطان على المرض؟ إزاي ليه سلطان على الوباء؟ إزاي ليه سلطان على الريح، على الطبيعة؟ أبويا ليه سلطان على كل شيء. فهو ليه سلطان على الشمس والقمر، النجوم، الكواكب، الأنهار، البحار، المحيطات. هو ليه سلطان على كل شيء. أبويا ليه سلطان، ليه سلطان على الكائنات الحية، ليه سلطان. أبويا ليه سلطان على الأسود، ينزل دانيال في الجب يقولهم ولا واحد منكم يفتح بوق، خلاص خدوا الأوامر. أبويا ليه سلطان على الطيور، غراب يجي بخبز ولحم صباحا لإيليا وخبز ولحم مساء. أبويا ليه سلطان لأنه في المشهد على حتى أسماك البحور، يعملها هو، يعرف يعملها، تعبوا الليل كله. وأول ما وصل الصبح قال له: يا غلمان ألعل عندكم إداما؟ قال له: مش لاقين. قال له: طب خلاص ارموا الشبكة على ناحية السفينة الأيمن، وسيدك أمر كل الأسماك أنها تدخل الشباك. هو ليه سلطان على كل شيء. ما قدرش أنسى يا أختي فيت، كنا في إرسالية، احنا ربنا أكرمنا ب 19 إرسالية في الأيام اللي فاتت ديت في أفريقيا، لأن أفريقيا في قلبي. رحنا كينيا وغانا وتنزانيا وأثيوبيا والسودان وتشاد وجوبا، واحنا بلاد كتيرة. لكن من ضمنهم مرة احنا شفنا، مش مرة، أكتر من مرة، كان المطر كتير جدا جدا. وبعدين احنا عندنا اجتماع كان الساعة 6، والساعة 4 تحديدا بدأ مطر غزير غزير، وبدأت يعني زي السيول نازلة لكل الناس اللي حوالينا. وخلاص الشيطان جه قال لك خلاص خلصت، الاجتماع باظ، كل حاجة انتهت، لا أبوك في المشهد ولا حاجة، الموضوع اعتبروا الموضوع خلاص خلاص. انتوا جايين من بلاد كتيرة، جايين من مصر لأديس أبابا، ومن أديس أبابا رحتوا كينيا وغانا ولفتوا في الحتة دي تحديدا، انتوا خلاص كل حاجة انتهت. وقفت واتمليت بالإيمان لأن أبويا في المشهد، ورحت جبت الكاميرا بتاعت الموبايل بتاعي ورحت مصور من الشباك اللي أنا فيه، وقلت المطر موجود بالغزارة ديت، لكن عندنا إيمان إن أبويا في المشهد، عندنا إيمان إنه هيقدر يتصرف، عندنا إيمان إنه يقدر يوقف. إيليا كان إنسانا تحت الألام مثلنا، وصلى أن لا تمطر فلم تمطر. مرة تاني كان ماسك المفتاح بتاع السماء وراح عمل كل حاجة. وإحنا عندنا إيمان. صدقيني كام دقيقة وبعد كده بصينا لقينا سيدك وقف المطر، وبدأ شعاع الشمس يدخل علينا. احتمال الناس يقول معقولة؟ آه معقولة. مش عارف يعني لو نشوف المشهد ده هو دقيقة واحدة هيفرق جدا. هنشوف المطر وهو نازل، وهنشوف بعد الصلاة، وأنا بتكلم حتى في الموبايل نفس الكلام، هنشوف الرب عمل إيه، علشان نعرف كل واحد منكم يتأكد إن أبوك في المشهد النهاردة حتى ليه سلطان على الطبيعة. ممكن نشوف المشهد ده، تعالوا نطلع ونشوف المشهد ده وهو بيصور المطر، والمطر غزير ازاي، ولما نطق يستخدم لسانه، يس، ايه اللي حصل؟ المطر اللي جت قبل الاجتماع على طول، بالصوت بتاعها حاجه فظيعه كبيره، احنا بنصورها من الشباك دلوقتي، مش مطر عاديه لكن زي السيول. المطر بس عندنا ايمان، هنصلي هنعمل الاجتماع باسم يسوع المسيح، باسم يسوع المسيح، باسم يسوع المسيح، باسم يسوع المسيح. كل المشوره العاديه بخير باسم يسوع. الجزء الثاني اللي بعديه على طول، بعديها بكام دقيقه بعد الصلاه، اتملينا بالايمان وعرفنا ان ابويا في المشهد. هنشوف الجزء الثاني بعد ما الله اوقف المطر وبدا شعاع من الشمس يكون بيدخل علينا في اسم يسوع. تعالوا نطلع ونشوف المنظر ده. 10 دقايق بنشكر الرب، الرب شال المطر خالص، هي دي نفس المكان نفس المنطقه، بنشكر الرب رفعنا ايدينا والرب وقف المطر خالص من 10 دقايق بس، شد في المطر والرب عمل المعجزه. هللويا. ليه سلطان على الطبيعه؟ نعم. بس امتى؟ لما انا وانت وانتي ننطق،
يس. ونقول نستخدم هذا السلطان بإعلان قوة الكلمة المنطوقة. قوة الكلمة المنطوقة. يس. حصل معايا موقف لا يمكن أنساه أسيس. كنت في سوريا في حلب ورايحين علشان نصور ومعانا فريق التصوير ومعانا الناس ومعانا أسيس إبراهيم والأسيس عبد الله وكلنا رايحين عشان نصور ونبص نلاقي المطر مش موقف. السماء اتفتحت وعماله تنزل مطر مطر مطر. الأسيس قال للأسف مش هنقدر نصور. الكاميرات هتبوظ وكله هيبوظ ومش هينفع. قلت لهم لا احنا جايين نصور والله ليه خطة ان احنا نصور فاحنا هنتكلم وهنقول باسم الرب يسوع المطر يقف. مش إلي عملها؟ عملها. وانسان مثلنا يس زينا من إيه؟ رحت وقفت وقمت وقلت باسم الرب يسوع تقف المطر. الكل بإيمان اتحد لكلمة يقدروا. وكان لأول مرة يعلن هذا السلطان فيش دقايق والمطر وقف وصورنا حلقات كتير من اللي انتوا بتشوفوها دي اللي جت في سوريا اللي كانت من سوريا كان في الظروف دي لكن لينا سلطان يس. نستخدم ألسنتنا لان ابويا في المشهد والإيمان. لان ابويا في المشهد يس. خدوا بالكم ابوك وابوكي في المشهد. مهما تكون الظروف صعبه مهما الدنيا مظلمه مهما المرض فتاك مهما يكون المحاربه من كل ناحيه دانيال كان في جب الاسود قفل زي ما الاسيس قال قال له اوعى تفتح بقك للاسد. يعلن الله بسلطانه ان ما يتفتحش ابواب افواه الاسود علينا باسم الرب يسوع. بس امتى؟ لما نقف ونقولها وننطق هللويا. نجات يا صاحبه الاختبارات هللويا هو الرب يا بنت الايمان يا اللي جايه من بيت الايمان شكر ربنا صاحبة الاختبارات هللويا. احكي لنا ايه اللي ربي عمله معاكي. هو انا هقول حاجة جزء صغير من الكتاب وهربطه بالاختبار اللي انا هحكيه لسه حاصل معانا قبل ما نيجي امريكا على طول. يعني في جزء في ملوك الثاني ثلاثة بيتكلم عن يهوشافاط ويهورام. يهورام ده كان ملك اسرائيل ما كانش مؤمن ويهوشافاط ده كان ملك يهوذا كان مؤمن. وملك مؤاب عصى على ملك يهورام ما كانش عاوز يدفع زي جزية أو ضرائب فراح كلم يهوشافاط يهورام الملك الشرير كلم يهوشافاط أنه يشترك معه في الحرب. فيهوشافاط قال له مثلي مثلك وفعلا يحاربوا. بعد كده قعدوا أسبوع مش لاقين مية وكان خلاص هيموتوا من العطش. فيهوشافاط عمل حاجة هو كان يهوشافاط غلط في أنه هو اشترك مع واحد مش مؤمن لكنه رجع وبسرعة رجع للرب وقال طب ما فيش نبي نسأله نسأل من الرب يعني الرب عاوزنا نعمل إيه. وقابله ساعتها نبي أليشع وراح قال له الآية ديت قال له لا ترون ريحا ولا ترون مطرا وهذا الوادي يمتلئ اجعلوا الوادي دوت جبابا جبابا يعني زي حفر 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 ولا ترون ريحا ولا ترون مطرا وهذا الوادي يمتلئ. فالواقع غريب يعني ايه ازاي احفر حفره وما فيش ولا ريح ولا مطر او في حاجه ولا سحاب ولا حاجه تقول او في حاجه تثبت حتى تقول ان في مطر هيجي او يعني حاجه تطمن شويه لكن الواقع صعب او الوضع صعب اسود من فين فين هيجي ازاي المطر من غير ولا ريح ولا اي حاجه. بتقول ان في مطر جاي لكن قلب الايمان وهذا الوادي يمتلئ. وفعلا هم حفروا حفر وفعلا الرب جاب ميه وشربوا منها. بس الميه دي كانت حاجه غريبه بالنسبه للاعداء شافوها كانها دم فما قدروش يشربوا. بالنسبه لاولاد الرب شربوا وتقوي وابتدوا يشربوا هم والمواشي بتاعتهم وانتصروا ساعتها في الحرب. فعايزه اقول ان احيانا ان الواقع اللي قدامنا بيبقى سواد بيبقى مظلم مش شايفين كانه فين وعود الرب فين كلام الرب فين اللي الرب بيقوله. لكن لو احنا تمسكنا بوعود الرب وبالايمان وصدقنا يعني قبل كده كان الاسيس بيقول انت لو احنا حفرنا حفر كل واحد لو حفر حفره كبيره الميه هتتملي فيها لو حفر حفره قد كده الميه هتتملي فيها حسب انت بتحفري قد ايه بالظبط حسب ايماني وثقتي في كلمه الرب انا هحصل على كده هحصل على المواعيد بحسب ايماني. الاختبار بقى اللي حصل معانا قبل ما احنا جايين على امريكا
كان قبل ما نيجي هنا قبل ما نحجز حتى خالص كنا بنصلي، وده بنعمله كل مرة بنصلي، يا رب انت عاوزنا نيجي ولا لا، عاوزنا نيجي امريكا ولا لا. فاحنا واحنا بنصلي الرب ايد وقال ان الخطوات مؤيدة ومعدة ومرتبة من الرب، بس في نفس الوقت قال ان في حرب شرسة جدا جدا من ابليس على السفرية ديت، ومش عاوزنا نسافر، ولدرجة ان ممكن يعطلنا عن السفر، بس عاوزنا نقف وقفة في الصلاة، وقفة قوية قدام الحرب في الصلاة. فاحنا شفنا الحرب ديت من قبل ما نيجي واحنا في المنيا، شفنا حرب شرسة جدا جدا تخص السفرية دي بالذات. فاحنا ابتدينا نصلي ونوقف الصلاة والحرب بتزيد وعمالين نوقف الصلاة، وبعد كده رحنا المطار واقفين على اساس عادي زي كل سنة زي كل مرة، وفوجئنا اللي واقفين الواقف على المكتب واحنا بنقدم الجوازات بتاعتنا انه مش هينفع تسافروا. ليه؟ فقال لنا الرحلة دي فيها ترانزيت تاني المفروض في أوروبا وده ممنوع عشان كوفيد. واو. عشان كوفيد، علشان خاطر كورونا، عشان كوفيد. yes. عشان كوفيد، وده ما كانش باين، مش عايزين يطلعوكم من مصر. لا. أوكي. فقال انتوا كده بنعمل ايه؟ قال لنا اتصلوا بالامارات، وقعدنا فتره طويله في المطار ونتصل بالامارات وقصه طويله. بس اللي انا عايزه اقول ان ربنا بعت لنا واحده يعتبر مديره كبيره هناك في المطار ما نعرفهاش، هي شكلها مش مسيحي، فهي راحت قالت له في ايه، طب تعالى معايا للقسيس، وخدته جوه قعدت تتصل هي بالامارات وتحاول محاولات كتيره قوي معاه. في الاخر بتساله بتقول له انت بتشتغل ايه؟ فراح قال لها انا قسيس. فقالت له ده حلو جدا، صلي لنا وصلي لي، انا محتاجه لصلاه، مش ادعي لنا، انا محتاجه لصلاه. وبعد كده حاولت برضو محاولات تاني ورجعنا، ما سافرناش في نفس اليوم، وعرفنا ان ده الحرب الشرسه من ابليس. كان في مجموعه من المنيا ومصر بيصلوا معانا، وبعد كده احنا وقفنا، الواقع بيقول ان ما ينفعش. وهو اتصل بالحجز بالتذاكر بتاع شركه السياحه، قال له ما ينفعش، فيش تذاكر خالص دلوقتي، ولا خرم ابره واحد، ولا حتى تذكره واحده، ولا اي حاجه، فمش هينفع نسافروا. فاحنا وقفنا واتملينا بالايمان وما صدقناش الواقع اللي احنا فيه، وصدقنا ان الهنا اله صاحب السلطان، هو كلي السلطان، هو اللي ليه القدره على كل حاجه. وقفنا قدام بنحارب قدام ابليس وبنمتلك الوعد اللي لينا، ان الرب قال لنا ان هو عاوزنا نيجي وهنسافر وهنيجي، وانه الخطوات معده من قبل الرب، احنا مش جايين من نفسنا لكن جايين من قبل الرب. وتاني يوم لقينا تذاكر، والتذاكر خدناها قبل ما ندخل، يعني كانت الطياره الساعه 7 المغرب، احنا المفروض 3 ساعات قبل الطياره، احنا كانت الساعة 4 كنا في المطار، المفروض 4:10 احنا مستلمين التذاكر بتاعتنا. ده ايمان. وفي حد من الانبياء اتكلم معاكم وقال لكم ايه؟ انه كان في انه في حرب شرسة جدا جدا علينا. لا لما علينا. بيقول لكم ما تفكوش الشنط. احنا قلنا لما حصل كده، احنا كنا في بيت بابا، انا اختي قالت لي يعني هتيجي التذاكر على اخر لحظة، وكنا احنا هناكل كمان، قالت لي هتاكلوها بعجله زي حروف الفسح. وفعلا جهزنا الشنط وحطيناها جنب باب الشقه، كان لسه التذاكر ما جاتش، بس بالايمان حطينا الشنط جنب باب الشقه، واحنا بنحط الشنط جنب باب الشقه ومجهزين كل حاجه ولبسنا واستعدينا كان التذاكر في ايدينا، كانت لسه ولا حاجه باينه خالص. وهو بيقول له ما فيش خرم ابره، واتصل بشركات سياحه كتير معاه على اساس ان هو لقونا تذكرتين بس مش لاقي. انا عارفه انتوا كلمتوا رامي. yes. وصلى معانا، وصلى معاكم مع مجموعه تاني في المنيا. انتوا عندكم مجموعه ناريه ماسكها متشفعين. رامي معانا من المجموعة الهايلة دي، وأنا عارفة أن رامي بيصلي لنا برضو دايما، وأول ما بيكون عندي أي حاجة رامي الحقوا صلوا في الأمر الفلاني. رامي أهلا وسهلا بيك. الله المبارك حقيقي، أنت بركة في حياتنا كلنا، وبركة في المنيا، وبركة لمؤمنين كتير حول العالم. أهلا وسهلا بيك. أهلا بيك يا أختي إيفيت، وحشانة كتير، والأسيس صفا والأخت نجاة وحشنا كتير قوي، ومبسوط ان انا اكون بعمل مداخله معاكم النهارده في حلقه متميزه بعنوان متميز، ابويا في المشهد.
وقبل ما اعمل مداخله الرب حط قدامي نقطتين حابب اشارككم بيهم. النقطه الاولى اللي بتعمل ان الرب دايما معانا في المشهد. افتكرت يشوع 5 ويشوع خلاص داخل على أريحة ومفروض انه يلف حوالين الاسوار ومره واثنين وثلاثه واربعه لحد وقت معين لحد ما تيجي الاسوار تقع بعد 13 لفه واسوارها تقع. لكن الرب حب يعلن انه انا مش هسيبك انا موجود. فالكتاب بيقول انه يشوع هو قريب من أريحة انه شاف الراجل واقف قريب منه وسيفه المسلول بيده بيقول له انت مين؟ قال له انا رئيس جند الرب. ما كانش فيه رسالة من الظهورة دي من الأمر ده، لكن أنا شفت إن ده إعلان. الرب عايز يقول له قبل ما تدخل تمتلك أنا معاك، أنا ماسك السيف أسبقك، أنا هديلك الأرض، أنا موجود في المشهد، أنت مش وحدك. وفعلا لما كملنا الأمر شفنا إن هم عملوا الأوامر اللي الرب أمر بيها ولفوا أول 6 أيام واليوم السابع لفوا اللفات المطلوبة وبعد كده الأسوار وقعت في مكانها ودخلوا أريحة. هذه الرب بيعلن من خلال كلمته أنه موجود في المشهد. نعم. النقطة الثانية اللي هقول فيها مداخلة بسرعة وده اختبار أنا شفته ومع الأسيس والمجموعة كلها في أثيوبيا. من خلال زيارتنا احنا رحنا سودو في أثيوبيا سنة 2015 ورحنا مرة كمان في سودو برضو 2019. مرات احنا ربنا بيكون بيعمل في المشهد بس احنا شايفين شايفين بالنا. في 2019 عرفنا لربنا عمل له في 2015. اتقابلنا مع أخت والأخت دي كانت عندها ورم في الرقبة وما كانتش بتتكلم، كان الورم ده ضغط على الأحبال الصوتية. وأثناء الاجتماعات وحضور الرب اللي موجود بطريقة متميزة في الاجتماعات دي الست دي اتلامس معاها الرب بنفسه وشفاها، بس احنا ما نعرفش ما شفناش. لكن لما رحنا 2019 فوجئنا انها طلعت على الستيج وقالت انا عايزه اشارك انه من اكتر من سنه المجموعه دي كانت هنا والرب تلامس معايا ومد ايده على الورم اللي في رقبتي وفي اللحظات دي انا شفيت والورم خف وانا اعلن قوه ربنا اللي موجوده هللويا بحضور غير عادي. وفعلا لمستها وتعلن ان الرب بيتحرك معانا وان الرب في المشهد. ممكن يكون الرب بيتراءى لينا قبل اي امر بنشوفه وبيقول انا موجود وممكن ما تكونش بتشوفه، لكن هيجي الايام وهندرك ان الرب كان في المشهد ومش سايبنا. هللويا يبارككم. ميرسي قوي على المداخله الحلوه دي مليانه باعلان ومليانه برؤى وشكرا على انك واخد مكانك في جيش الرب بامانه وباخلاص وبمدابه ومش مبطل صلاة. يعني I'll never forget لما رحت المنيا وصورت مع رامي الإصرار الإيمان. كنا نبقى قاعدين بنصور يملى المكان بإيمان وبإعلانات وبكلمات حضور. تغير الجو الروحي. حضور الله. هللويا. نشكر الرب. هو يحمل حضور الله. انتوا ساكنين كلكم في عماره كلها هو يبقى جوز اختك. يس. لا لا هو يبقى عديل الاسيس جوزيف. عديل؟ عيلة واحدة. اوكي. عيلة واحدة وكلكم ساكنين في عمارة الايمان دي لازم تسموها عمارة الايمان. عمارة الايمان فعلا. وبابا وماما. كلنا مع بعض وبناخد وقت الصلاة بيبقى رائع كعيلة واحدة. بنتجمع من ايام وقت اعتصام رابعه وكنا بنتجمع 30 40 واحد في عماره واحده وكان حضور الله بيجي ويغمرنا ومكملين في اسم يسوع. الحاجه اللي لفت نظري فيكم قوي قوي انكم بتنطقوا بكلمات ايمان. يس. يعني على طول عمري اسيس ما شفتك ولا سمعتك ولا انت يا نجات غير كلمات إيمان خارجة من أفواهكم على طول على طول على طول. بعدين يعني أنا موضوع النطق ده من المواضيع الأساسية في حياتي. يعني حاجة جديدة الرب أعلنها لي من خلال يوتيوب شفته لديريك برينس. يس. ووضح حاجة عمري ما كنت باخد بالي منها. يوم الفصح حصل إيه؟ يوم الفصح قال إن تذبحوا الخروف وتحطوا الدم على القائمتين والعتبة العليا. لا لسه دي جاية. في كونتينر في وعاء. طست. اوكي. يس. في الطاست اللي هو وعاء. طيب
وبعدين قال لهم ايه؟ تحطوا الدم على الابواب وعلى القائمتين. طيب هيتحط ازاي الدم؟ من هيتنقل ازاي من الوعاء لغايه الباب؟ بحاجه اسمها الزوفه. يس. الزوفه دي حاجه صغيره قوي، نبات، ونبات، والنبات ده بيستخدم في التطهير. الزوفه دي اللي هو الهسب. قال لهم ايه؟ الحته الناشفه دي، العشب الناشف ده، تغمسوه في الدم، في الدم، وتروحوا حاطين رشين بيه. اعلان. ايه هو الزوفه دي؟ ايه اصغر حاجه عندنا؟ اللسان. اللسان اللي بياخد من الدم اللي موجود في الوعاء ويحطه على القائمتين. يس. احنا نعلن على حسب مواعيد الرب ونتمسك بيها، حتى لو الواقع بيقول غير كده. يعني احيان كتير قوي ناس كتيره بتصلي مثلا من اجل ولادها، من اجل بناتها، من يعني مثلا واحده بتصلي من اجل جوزها وهكذا، وبيشوفوا مثلا بيصلوا انه يجوا للمسيح، وكل ما يصلوا ممكن يكونوا بيبعدوا اكتر، والشر بيزدادوا في الشر اكتر ويزدادوا في الشر اكتر. كتير قوي ناس كتيره بتيأس في الموضوع دوت وبتفشل، وممكن ما توقف صلاه. لكن احنا لما بنعلن الايمان وبنعلن ان انا مش هصدق الواقع، انا هصدق الرب، وبعلن ايماني ثقه في مواعيد الرب، انا بمتلك المواعيد. احنا كتير قوي واحنا بنصلي بيبقى الاستجابه لينا موجوده بس في العالم الروحي، احنا لسه ما شفناهاش في العالم المادي او الواقع. لكن استمراريه صلاتنا بالايمان وبعلن ايماني وبكذب الواقع، حتى لو الواقع ده كبير قوي قدام عينيا، انا المهم انا شايف مين في المشهد، شايف الرب ولا شايف الواقع؟ على حسب ما انا شايف، على حسب ما انا بنطق، وعلى حسب ايماني انا هنطق. فلازم احنا محتاجين ان احنا نكذب الواقع اللي قدامنا، حتى والواقع ده حاجه كبيره ملموسه، لكن ان احنا نصدق بالايمان مواعيد الرب ونثق فيها ونعلنها بالايمان فهنمتلكها. ايه رايكم بقى؟ خلونا نعمل حركه روحيه لكل الناس اللي سامعينا حول العالم. نبتدي نظبط التليفونات بتاعتنا كل ساعه، تدينا كده ايه؟ رساله تذكير. رساله تذكير، ريمايندر. تقول لنا ايه في صوت؟ هنعمل ايه في الساعه دي؟ هنعلن ملكه علينا. يعني انا بعملها كل يوم، كل ساعه بالطريقه دي، بقولها كده بالطريقه دي. انا ايفات ادوار فكري البياضي، بعلن سلطانك عليا كملك. انت ملك على الساعه دي في حياتي، على تفكيري، على مشاعري، على تصرفاتي، على جسدي، على عيلتي، على الشغل، على كل الخدمات اللي انت استأمنتني عليها حول العالم، على كل الناس اللي بتصلي، على كل الناس اللي فالنتير. بعلن قوتك وانت ملك عليهم في اللحظه دي. yes. كل ساعه. بعد كده ابتدي اقف واقول وهم غلبوا، وانا ايفات ادوار فكري البياضي غلبته بدم الخروف وبكلمه شهادتي، ولم احب حياتي حتى الموت، وانا بعلن انه يرى الدم فيعبر عني. هللويا. كل ساعه. هللويا. كل ساعه. ايه رايكم نتفق نعمل كده؟ هيكون لينا غلبه، هيكون لينا سلطان على امور مش بتتحل هتتحل، هيكون الرب مالك على حياتنا فعلا باعلاننا، اعلاننا ولساننا اللي بينطق كل ساعه هيعمل حركه روحيه عالميه ضد ابليس اللي هو فاكر نفسه شاطر دلوقتي. الدم اقوى منه، يرى الدم فيعبر عنك، يرى الدم فيعبر عني. اتكلم بقوه الدم وايه اللي الدم بيعمله في حياتنا. لو عايزين تعرفوا ايه الدم بيعمل في حياتنا كلمونا، وانا هبعت لكم الدم بيعمل ايه بالظبط. يخلينا قدسين، يخلينا مبررين، يدينا حياه ابديه. وامور كتيره جدا كل يوم ننطق بيها هتحصل في حياتنا، لانها كلمه الرب وكلمته لا ترجع اليه فارغه ابدا. خصوصا اقوى حاجه ايه؟ دم يسوع. يس. اكبر سلطان. ايه رايكم؟ هنتكلم على الموضوع ده مره تاني ونعملها حركه عالميه روحيه. خلينا نعمل تغيير في الجو الروحي. أمين. 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 امين. عايز اضيف حته صغيره بناء على الكلام اللي كانت بتقوله الاخت نجات. هي الاخت نجات اختك ولا مراتك؟ دي مراتي. مراتك. بتقول لها يا اخت نجات ليه؟ يبقى نوجة. وهي بتتكلم عن القصه بتاعت سفر الملوك الثاني عن اليشع، قال عباره جميله مش عايزين نعديها. قال لانه هكذا قال الرب،
لا ترون ريحا ولا ترون مطرا، يعني ما فيش حاجة في المشهد، ولكن هذا الوادي يمتلي. وراح حاط لنا عبارة من ثلاث كلمات، وذلك يسيرا في عيني الرب. أنا النهاردة محمل بالكلمات دي من قبل الله لناس كتيرة بتسمعنا يا أختي فيت. لا ترون ريحا ولا ترون مطرا، وأبوك الذي في المشهد هيغير المشهد. لا ترون ريحا ولا ترون مطرا، والأزمة بتاعتك أبوك اللي في المشهد هيحلها. لا ترون ريحا ولا ترون مطرا، والاحتياج سوف يسدد، لأنه هو الذي قال ليملأ إلهي كل احتياجكم بحسب غناه في المجد. لا ترون ريحا ولا ترون مطرا، وأبوك الذي في المشهد يستطيع أن يشفي، يشفي يشفي لأنه قادر أن يشفي. لا ترون ريحا ولا ترون مطرا، وبطون تمتلئ وأرحام تثمر في اسم يسوع المسيح. لا ترون ريحا ولا ترون مطرا، وأبوك الذي في المشهد يفتح كل باب مغلق في اسم يسوع. خد إعلانات نبوية النهاردة. لا ترون ريحا ولا ترون مطرا، وأبوك الذي في المشهد سيتدخل، لأنه يعرف يتدخل، لأنه صاحب كل السلطان. أبوك قوي جدا ويعرف يعملها. انطق بكلمات قوة الكلمة المنطوقة وقول له الأمور بالنسبة لي صعبة، المرض في حياتي كتر. كانت الأيام اللي فاتت ديت حد عندنا عنده كانسر، والأمور بقت كانسر في الزور، وكانت الأمور بقت صعبة جدا، وعملوا له فتحة وكان الوضع خلاص كل الأمور، والدكاترة قالوا خلاص يعني هي حزمة أيام ويمشي. وبعد الصلاة الله مد إيده بلمسة شفاء إلى كل من يعاني من هذا المرض. إحنا بنصلي وبنتحد، أبويا الذي في المشهد يستطيع أن يفعل المعجزة. اسم الرب يسوع. إلى كل أخت منتظرة زرع بشر، أنا عندي إيمان، عندي إيمان إن أبويا الذي في المشهد يستطيع أن يفتح الأرحام في اسم يسوع المسيح. اللي عملها مع سارة، اللي عملها مع رفقة، اللي عملها مع رحيل، اللي عملها مع زوجة منوح، اللي عملها مع حنة مصموئيل، اللي عملها مع الإصابات يقدر يعملها في اسم يسوع، لأن أبويا الذي في المشهد يستطيع أن يفعل أكثر جدا مما نطلب أو نفتكر. ليه؟ لأن أبويا صاحب السلطان. نعم. ويعملها النهاردة. نعم. أمين. أمين. يس. أمين باسم الرب يسوع. بصوا يس. الآية دي الأسيس كان بيتنبأ النهاردة، بيتكلم يس. عليكم بنبوات يس. الآية موجودة في أخبار الثانية 2020 بيقول تأمنوا بالرب إلهكم فتأمنوا يس. آمنوا بأنبيائه فتفلحوا. الكلمة دي كلمة نبوية خرجت يس. عن طريق يس. الأسيس دلوقتي يس. قدامنا اختيارين، هناخدها ونفلح ونسلك، والكلمة تعمل اللي اتقال. ايه رأيكم؟ هنصدق يس. لأن أبويا في المشهد يس. تعالوا نطلع ونشوف الترنيمة اللي بتقولها أختي أميرة والرب ادهالها بإعلان وادهالها بجمال غير عادي. أختي أميرة بتعيش في إسرائيل والرب بيستخدمها بمجد غير عادي، بجمال غير عادي، وروح جميلة بترنم للرب وصوت جميل يرنم للرب مع وش جميل بيعبر عن جمال الرب. تعالوا نسمع أختي أميرة وهي بتتكلم على أبوها السماوي وبتغني له. أذناي أيمكن ألا تسمع؟ السر
لكن في قلبي ألا تشعر بي بما في داخلي. Thank you so much على ترنيمة جميلة بتترنم بكل كيانك. Yes. بترنميها بكل كيانك. Yes. You can tell. Yeah. تقدر تقول الترتيلة طالعة بمشاعر بقلب للأب السماوي. فعلا. أصل أبويا موجود في المشهد. Yes. نعم. أبويا موجود في المشهد. نعم. يعمل. نعم. معنا نوسة وأهلا بيك حبيبتي. أهلا بيك نوسة. ازيك يا نجاة؟ اهلا بيك. فعلا هو في المشهد، هو اللي انا عايزه اقوله. كتير ما بنمر بظروف صعبه ربنا بيسمح بيها. اللي عينه مفتوحه بيعرف ان ده بيبقى سماح من ربنا. مش حاجه يعني هو سيدني وعدو الخير عمال يخبط فيا، لكن حاجه ربنا عايز يكبر فيا، يشكل فيا، يعدل فيا. في الاول وفي الاخر هو سامع في الصفة، شايف، سامع، بيستجيب وبيتدخل. بيتدخل في وقته، لان شايف الوقت اللي هو بيتدخل فيه احسن بكتير خالص. من الوقت اللي انا عايزاه، لان بيكون كبر فيا وغير فيا وشكل فيا حاجات انا نفسي محتاجة فيها للتغيير والتشكيل. لو انا عايزة امشي صح معاه، فالتشكيل والتعديل اللي هو بيعمله بيودي للسكة وللطريق اللي انت مشتاق ان انت تمشي فيه. وفي الاخر بتوصل للحاجة باحلى صورة هو عايز يديها لك، واجمل من ما انت كنت، واقوى من ما انت كنت تتوقع. بس في وقته. بس في وقته. وكل ده في كل مرة اي حد، وانا من ضمن الناس، بمر بظروف، وكل مرة بقول له بشكرك من اجل الظروف اللي بتدخلني فيها.
لان اكيد انت طالب وبتعمل حاجه فيا قبل ما بتعمل حاجه في الظروف دي وبتفتح عيني عليك اكتر واكتر. فانت اكيد في المشهد. جميل. انت اكيد يعني وعودك مسؤول عن تحقيقها، بس بتعدل فينا، بتشكل فينا، لان عايزنا بالصوره اللي انت خلقتنا عليها من الاول، اللي انت عايزنا نكون عليها اولادك حقيقيين ونعيش حقيقيين من غير ضيف. امين. فبنكبر وبتعدل. امين يا بنتي. بشكره لانه صالح، بشكره لانه فعلا مستحق، بشكره لانه اب حنين، صديق الصق من الاخ. فعلا يا نوسة ابوكي في المشهد، ابوكي في المشهد يا نوسة. اشكرك على المداخله، والرب يباركك ويستخدمك اكتر واكتر. امين. في المشهد. ومعانا نجاة بكلمه عن ليه السلطان. عايزه اقول في قصه اللي احنا كنا بنتكلم فيها، قصه يهوشافاط، ولما الرب قال على فم اليشع لا ترون ريحا ولا ترون مطرا وهذا الوادي يمتلئ، زي ما قلت انه الميه كانت بالنسبه للعداء كانها دم، لكن بالنسبه ليهوشافاط والجيش بتاع الرب كان ميه كويسه، وشربوا منها وعاشوا وانتصروا. ده بيبقى زي ده إشارة للصليب. الصليب كان فيه كأنه وجهتين، وجهة للخلاص بالنسبة لنا إحنا، وجهة قضاء وعلى إبليس، وقوة على إبليس وسلطان على إبليس. فالسلطان ده لينا إحنا، وفي نفس الوقت الصليب كان لينا خلاص. فعايز أقول إنه في أحداث كتيرة بتحصل معانا، الرب لما بيتدخل في حدث معين، هو ممكن ما بيحلش حاجة واحدة، أو ما بيتدخلش من وجهة نظر واحدة، أو ما بيعملش حاجة واحدة. يعني مثلا لو شفنا قصة يوسف، قصة يوسف احنا كلنا بنركز على يوسف بس، ان الرب اشتغل في حياة يوسف، وصحيح ده الرب اشتغل في شغل كبير قوي في حياة يوسف، بس هو ما اشتغلش في حياة يوسف بس، هو اشتغل في حياة يوسف واخوة يوسف ويعقوب وفرعون. فالرب لما بيعمل حاجة، احنا بيبقى احيان كتير مركزين على حاجة واحدة، لان احنا محدودين، فاحنا بيبقى لينا وجهة نظر واحدة، مركزين على حاجة واحدة. لكن الرب احيان كتير قوي لما بيستخدم حدث معين او بيشتغل في حدث معين، لان هو صاحب السلطان وكلية السلطان، هو مش بيشتغل في جزء واحد، او مش في شخص واحد، لكن بيعمل امور كتيرة، بيسيب اهداف كتيرة، بيعمل حاجات كتيرة، زي بالظبط ما كانت نوسة بتقول بيشكل فينا. من حدث واحد بيسيب اكتر من هدف، بيعمل اكتر من حاجة، بيشتغل في اكتر من شخص. فده لان هو صاحب السلطان. وعايز اقول كمان على فكرة ان انا ما بصش للواقع. داود، لو احنا بصينا لداود، داود كان ممسوح ملك والرب مسحه، لكن كان مطارد من شاول. داود كان الواقع بتاعه كأنه شاول هو الاقوى وهو المنتصر وهو اللي بيحاربه، في حين انه في صمويل الثاني 3 قال ان كان بيت شاول يضعف وبيت داود يقوى. يعني في الحقيقة في الواقع الروحي غير الواقع المادي اللي كان شايفه داود. داود من كتر الواقع اللي كان شايفه ان شاول بيطارده وعلى طول وراه هرب للفلسطينيين، ان هما كان اعداء شعب الله، لانه فشل او حس بالفشل واليأس، وقال هو قال ان انا لابد ان يكون في يوم هالك بيد شاول، ونسي مواعيد الرب ونسي ان هو ممسوح ملك، وعشان كده خاف وراح لارض الفلسطينيين. لكن الواقع الحقيقي، الكتاب بيقول لنا على الواقع الحقيقي انه كان بيت داود هو اللي بيقوى وبيت شاول هو اللي بيضعف، عكس الواقع اللي شايفه. فانا عاوزه اشجع بس ناس كتيره قوي، احيان كتير بيبقى الرب متكلم على حياتنا بمواعيد، ومواعيد عظيمه جدا. او مثلا لو انا في مرض، الرب وعدني بانه هيشفيني، بس انا شايف المرض عمال يزداد، فين مواعيد الرب؟ او الرب مكلمني بكلام معين زي ما الرب قال لا ترون ريحا ولا ترون مطرا، الواقع مفيش، يعني مفيش حاجه تدل ان مواعيد الرب هتتم في حياتي. وابليس على فكره، ابليس قدام او قبل الوقت اللي هو قبل امتلاك الارض وقبل امتلاك المواعيد، بيقوم بكل قوته علشان يفشلني ويشككني في مواعيد الرب. لكن خلينا النهارده عاوز اقول لكل حد شايف الواقع بتاعه قليم، شايف الواقع بتاعه كانه كلها متقفله، لكن يتمسك بمواعيد الرب ويتمسك بكلام الرب، ويعلن زي ما انت كنت بتقولي، يعلن ايمانه ويعلن الكلمه المنطوقه، انا بالايمان بمتلك مواعيدي. امين. انا بقرر لكم الحركه الروح النبويه اللي الروح القدس عايز يعملها حول العالم النهارده من كل اللي بينطقوا اللغه العربيه.
اظبطي ساعتك واظبطي التليفون بتاعك على التذكير اسمها yes, رسالة التذكير اللي هي الريمايندر yes. كل ساعة تعمل لك تك تفتكري هتعملي ايه، هتعلني انه ملك على حياتك وعلى حياة بيتك وعلى اولادك وعلى جوزك وعلى شغلك وعلى كل حاجة ايديكي بتمتد ليها، بتعلني قوة دم يسوع باني بتقولي اسمك وانا غلبت بدم الخروف yes. وبكلمة شهادته ولم احب حياتي حتى الموت mm. وبعدين هقول ايه اللي الدم بيعمله، اللي الدم بيعمله انه يرى الدم فيعبر عني، يخوف ابليس يخليه يهرب. اطلبونا علشان نبعت لكم قوة الدم بيعمل ايه في حياتنا، خلينا قدسين، يدينا حياة ابدية، يخلينا righteous، يخلينا ابرار yes. يحقق العدل كل ما ننطق به كل ما يحصل باسم الرب يسوع. بفكركم ده امر مهم جدا، ده النهارده ربنا مدينا مفتاح للنصره في اسم يسوع. تخيل العالم كله حول العالم بينطقوا بهذه الكلمات يعني هتبقى حول ال 24 ساعه شغال، اجواء روحيه، اجواء الله يغير، انت بتغير الجو الروحي، بتعلن انه ملك مع اختلاف المواعيد من بلد لبلد، فكان فعلا ال 24 ساعه بنعلن هنغطي. امين، نغطي باسم الرب يسوع. أمين. باسم الرب يسوع yes. ساعات يا أسيس تبص تلاقي ايه كل حاجة ماشية لكن اسم الرب ايه مش موجود يعني مثلا زي في أفغانستان دلوقتي في ناس مسيحيين كتير وأمنوا بالرب يسوع نعم قادرين يقولوا صعب. هل نقدر نقول عليهم دول وحشين ودول مش مؤمنين ودول جبنة ويوي والكلام ده؟ لا. تخيل ان سفر استير مفيش مره ذكر فيها اسم الرب فعلا اسم الكلام دوت، لان اذا كنا بنتكلم عن ابويا في المشهد، واذا كنا شفنا الكلمه الاولى اللي الرب عطاها لنا ابويا في المشهد لانه صاحب السلطان، وشفناه لا ترون ريحا ولا ترون مطرا وهذا الوادي يمتلي، وذلك احفظوها يسيرا في عيني الرب، يعني هو يعرف يعمل دي كويس. دي الجزئيه الاولى، لكن الجزئيه الثانيه مش أبويا صاحب السلطان بس، لكن أبويا ماسك زمام الزمان. هللويا، هو ماسك زمام الزمان هللويا. لأنه في المشهد، هو في المشهد بحسب سفر أستير، اللي يمسك سفر أستير من أول أصحاح لغاية آخر أصحاح ما يلاقيش ذكرت فيه كلمة الله حرفيا، لكن العجيب المدقق في كلمة الله يعرف أن أصابع يد الله أبويا اللي في المشهد ما تركتش ولا جزئية من بداية أصحاح لغاية آخر أصحاح. هللويا، في ثلاثية بتبين لنا كيف إن أبويا في المشهد في سفر أستير. بحب ثلاثياتك وسبعياتك، بتجيبهم إزاي دول؟ بتعملها إزاي؟ ده من عند الرب. الثلاثية ديت أول حاجة هامان ومؤامرة الأشرار، الشخصية الثانية مردخاي وصلاة الأبرار، لكن اسمع الثلاثية الثالثة، الكلمة الثالثة أبويا في المشهد يعمل من خلف الستار. هللويا، يعرف يعملها. هللويا، أول حاجة همان ومؤامرة الأشرار، قعد منشور وقال لك خلاص احنا هنهلك شعب الله، مفيش حد، والملك عطاله السلطان وعطاله الخاتم بتاعه وقال له اكتب اللي عايز تكتبه، ووزعوا كل المنشورات ديت على 127 كرة، يعني غطى كل المساحة، خلاص المؤامرة تمت، كل حاجة خلصت، وبدأ يتكلم بالطريقة دي وقال له خلاص الوضع خلص، وراح بعد ما ختم وراح حدد اليوم، يوم 13 في شهر 12 هيكون في إبادة وهلاك لكل شعب الله. دي المؤامرة تمت. الناس يفكروا فين أبويا اللي في المشهد في موقف زي كده، لكن أعرف تماما أني ما سبناش في الماضي ومش بيسيبنا في الحاضر ولا هيسيبنا في المستقبل، لأن أبويا في المشهد، وده اللي هتوضحه الكلمة الثالثة. إذا كنا شفناه صاحب السلطان، اثنين ماسك زمام الزمان، لكن الكلمة الثالثة اللي ربنا هيديها لنا بعد شوية، أبويا اللي في المشهد ده أنا ابنه وهو أبويا الحنان، فمش ممكن أبدا هيسيبني. وبعد كده الجزئية الثانية، هو في المشهد. طب ثانية واحدة، ثانية واحدة، ده فكرتني بحاجة حصلت في بلدنا في مصر yes. فاكرين زمان أيام جمال عبد الناصر لما قاموا الإخوان المسلمين وعلموا على كل بيوت المسيحيين بعلامة حمراء وكانوا في الوقت ده هيطلعوا يقتلوا المسيحيين الساكنين في العمارة كذا، في الدور الثالث معلمينها كانوا بالشقق يعني أنا I'll never forget ده، وتقلبت عليهم وهم اللي دخلوا السجون.
جمال عبد الناصر زبطهم. عارفة ليه؟ لأن أبويا في المشهد. لأن أبويا في المشهد. يا حقيقة. وده اللي عمله فعلا في سفر أستير فعلا. هامان ومؤامرة الأشرار. لكن الشخصية التانية ده دور نحن كمؤمنين. مردخاي وصلاة الأبرار. راح بعت رسالة على طول لأستير. وقال لها الكلمات ديت. إن سكت سكوتا في هذا الوقت يكون الفرج والنجاة لشعب الله من مكان آخر. راحت هي بدأت قلبها الجميل لأن من شعبها. وراح بعت لها عبارة أنا بسيبها لكل حد بيسمعنا. إنه لوقت مثل هذا. لوقت مثل هذا. أنت موجود لوقت مثل هذا. نعم. أنت في البلد اللي أنت فيها لوقت مثل هذا. نعم. أنت في القرية اللي أنت فيها لوقت مثل هذا. أنت الله جابك من مصر للبلد اللي أنت عايش فيها لوقت مثل هذا. لأن أبوك في المشهد وعايز يستخدمك. أبوك عايز يستخدمك النهاردة. أنت لوقت مثل هذا. ليه ما جابكش من 100 سنة فاتت؟ وليه ما جابكش إن أبطأ قدوم الله بعد 100 سنة تاني؟ لأنك أنت موجود لوقت مثل هذا. قال لها لوقت مثل هذا. هو جابك في المكان ده. حطك في السلطان وهذا العرش لوقت مثل هذا. وراحوا بدأوا يصلوا. صرخ صرخة عظيمة في ساحة المكان. وبعد كده قال إحنا هنصوم 3 أيام وهنصلي 3 أيام. وعارفين أبوك اللي في المشهد عملها يا أخت إيفت. عملها. عارفة في أصحاح 5 من سفر أستير هامان الشرير راح عمل خشبة طولها 50 ذراع يعني 25 متر يعني بلغتنا الحالية 8 أدوار يعني أنا واقف هنا 8 أدوار لأن الدور تقريبا 3 متر ف3 في 8 ب 24 يعني أنا واقف كده قدام عمارة 8 أدوار وراح عمل خشبة قال بكرة هصلب عليها كل حاجة تنتهي لكن سيدي اللي في المشهد حلها سيدي اللي في المشهد اتدخل سيدي احتمال تقول أنا مش شايفه أنا مش هو فين هو فين بص هو موجود عارف ليه لأنه هو في المشهد ويذكر كتاب مع بداية أول كلمات في أصحاح 6 آخر كلمات في أصحاح 5 هامان الشرير راح أعد الخشبة لكن مع بداية أصحاح 6 يذكر الكتاب الكلمات الرائعة ديت وفي تلك الليلة طار نوم الملك هللويا أبوك اللي في المشهد يطير نوم ملوك علشانك عملها معايا يغير قوانين علشانك صدقيني تاني أكتر من مرة أتحط في قوانين معينة وبص ألاقي سيدي غير المشهد تماما ليه لأنه هو في المشهد يعرف يغير لك قوانين يعمل لك حاجات انت ما تتخيلهاش لان ابوك في المشهد النهاردة اعرف كويس ان ابوك في المشهد هو يعرف يعمل كل وفي تلك الليلة طار نوم الملك بصي الكتاب ده جميل الله يطير نوم ملك علشان عايز يخدم عيل من عياله بالضبط والله ينيم ملك تاني عشان يخليه يحلم عشان عايز يريح عيل من عياله بالظبط بالظبط عارف ليه لانه في المشهد طير نوم الملك دوت علشان خاطر يشوف ايه اللي حصل علشان تاني يوم يكافئ ابنه ويذكر الكتاب يقول لك ايه ماذا يفعل رجل سر الملك ان يكرمه ويجي مره تاني يروح منيم واحد اسمه فرعون علشان نام عشان يحلم عارف ليه لان توقيت الاكرام قد اتى من قبل الله توقيت الاكرام قد اتى من قبل الله انا مش عارف دي كلمات نبويه انا حاسس ان انا بتكلم باعلانات صدقيني من البدايه واحنا جايين احنا بنقول يا رب اتكلم انت على افواهنا باعلانات روحيه كلمات نبويه الناس بتسمعنا توقيت الاكرام قد جاء من عند الله يوسف انتظر 13 سنة وظلم وترمى في البير وقعد في السجن 13 سنة لكن جاء توقيت الإكرام وتنقل من السجن إلى الملك بالضبط نفس اليوم اللي تحدد لشعب الله يوم 13 في شهر 12 عارفين نفس اليوم ده الله حول هذا اليوم لأمر جديد والله بيشاور عليك وبيشاور عليك النهاردة بيقول لك توقيت الإكرام قد جاء من قبلي توقيت الإكرام قد جاء من قبلي لأن إن أنا اللي موجود في المشهد احتمال تكوني مش شايفة حاجة واحتمال تكون شايف الصورة قاتمة وسودة بالنسبة لعيونك البشرية لكن اعرف تماما إن أبوك في المشهد اعرف تماما إنه موجود في المشهد اعرف تماما إنه يقدر يغير أمور بسلاطين بممالك لأن قلوب الملوك في يديك كجداول المياه هو يعرف يعملها أنا فاكر جدا ومش قادر أنسى إعلانات كتير واختبارات كتير عندي أبويا سافر المجد من 2 سنين أبويا مع بداية الكنيسة الصغيرة اللي أنا يعني لي الشرف إن أنا أكون برعاها كنيسة صغيرة وفي وقت أول ما بدأ في 50s وبعد كده راح طلب إن احنا ندخل فيها نور أمر شرعي
يعني اي مكان كنا الاول بنشتغل عارفه على فكره الكلوب واللمط بتاع الجاز بتاع زمان ديت. فرح بدا كتب ورقه كده وراح للمسؤولين وقال انا عايز ادخل نور كنيسه بدل ما يحصل اي حاجه والدنيا تتحرق. فرح وقف الراجل المسؤول هناك في الامن الوطني قال له بص ما فيش الكلام ده، لا يجوز ادخال نور لهذه الكنيسه الا بعد ان تاخذ ترخيص كامل. فراح قال له طب ازاي، طب والناس نفرض حاجه حصلت؟ قال له ما فيش حاجه زي كده. وخد قرار، الكلام ده كان يوم الثلاث الصبح، كان يوم ثلاث الصبح، ابويا راح البيت وراح يعني اترمى على السرير وبدا يبكي وقال له يا رب العمل عملك وانا عارف انك انت في المشهد، انت في المشهد وانا مصدق انك انت هتعملها، واتملى بالايمان. بعديها بالثلاث ايام اربع ايام كمان جابل واحد من نفس المكان اللي هو موجود في الاداره دي، فراح بيقول له جسيس ويليام، قال له ايوه، قال له في ورقه جت من الوزاره ليك، قال له عباره عن ايه؟ قال له في ورقه جاي، قال له طيب يعني يا ريت تصورها لي، صورها له وراح عند نفس المدير، مدير الامن الوطني في المنيا في وقتها كان حاجه كبيره جدا. فراح قال له انا عايز اتكلم مع حضرتك، قال له اتكلم في اي موضوع غير موضوع انك تدخل كهرباء للكنيسه، قال له طب انا مواطن، قال له بقول لك والا اطلعك بره. ابويا قال له طيب انا ممكن اسالك سؤال؟ قال له اتفضل. قال له الورقه دي هو كان مضى عليها مع البوسطه، فبعد ما مضى عليها قال له الامضه دي امضتك؟ قال له اه فعلا امضتي. فقال له شوف اجرى الكلام دوت. فقال بص كده المدير دوت بيقول له اليوم الثلاث اللي مدير الامن قال فيه لا يجوز ادخال تيار كهربي للكنيسه، نفس اليوم بنفس التاريخ 10 الصبح في نفس المكان والوقت اللي ابويا كان فيه عند الراجل دوت، ربنا يحرك رئيس جمهورية مصر العربية جمال عبد الناصر ينزل ويروح يكتب كده، أنا عندي بخط الإيد كتب الكلام ده، يجوز إدخال طيار كهربي للكنيسة في المنيا. نفس التوقيت اللي البشر قالوا فيه لا، الله يحرك رئيس الجمهورية ويكتب بنفس الوقت بنفس المعنى. عارفة ليه؟ أبويا في المشهد. أنا النهاردة عايز أطمن ناس كتيرة، أنا مليان النهاردة وبقول لك النهاردة اتملي، المرض الله يتدخل فيه لأن أبوك في المشهد، التعب الله يتدخل فيه لأن أبوك في المشهد، الضائقة والظروف اللي بتمر بيها الله يتدخل فيها لأن أبوك في المشهد. خد إعلانات روحية نبوية في هذا اليوم وأعرف تماما أبوك في المشهد، أبوك في المشهد، أبوك في المشهد، اللي بالنسبة لسفر أستير مش باين اسمه ولا مرة، لكن هو في المشهد، هو يقدر يعملها. عارف ليه؟ لأن يقدر يعملها، هو اللي بيستطيع كل شيء ولا يعثر عليه أمر، هو اللي يعرف يعمل كل حاجة. أبوك وأبوك في المشهد. وراح تاني يوم الصبح راح جابه هو نفس الوزير، قال له ماذا يفعل الرجل سر الملك أن يكرمه؟ قال له فكر عليه، قال له ياخد الفرس بتاعه والتوب بتاعه واللباس بتاعه وكل، قال له اعملهم كلهم مع البواب الغلبان ده. عارفه ليه؟ لان ابويا في المشهد، ابويا في المشهد. اعرف ان اكرامك قادم في اسم يسوع. اعرف ماذا يفعل لرجل يصر الملك ان يكرمه، ماذا يفعل لاخت الله عايز يكرمك النهاردة. اعرف ان وقت الاكرام قد اتى، وقت الاكرام قد حان، لان ابوك النهاردة موجود في المشهد وهيعملها في اسم يسوع المسيح. هو يقدر يعملها لان ابويا في المشهد. انا مليان بالكلام دوت، ابويا في المشهد. احنا عندنا نفس الكنيسة ديت اللي كنا بنتكلم عنها، محتاجة مباني ومحتاجة حاجات كتيرة ولسه في امور كتير، بس انا عارف هنزل من هنا ابويا في المشهد وهيتمم كل حاجة وهيحرك قلوب المسؤولين وهيخلص كل حاجة. هو يعرف يعملها لان أبويا المشهد لكن ماسك زمام الزمان. أقدر أقول له أبويا ولا أقدر. ما أقدر نعم. أقدر أقول له أبويا ولا ما أقدر. أقدر نقدر حبيبي. نقول له إنه هو أبويا. هللويا. إيه رأيكم نسمع ميشو وهو بيكلم هللويا بقلبه وألف كلمات جميلة؟ أقدر أقول له أبويا. هللويا نعم. هللويا هللويا. شمس وعمر وكل الدنيا واللي نسمة منه تدور كل الكون في ثانية، عارفين اللي عمل شمس وقمر وكل الدنيا واللي نسمة منه تدور كل الكون في ثانية، كل أنفاس وتزلزل أساس الجبل
بدايته الأزل. أنا أقدر أقول له يا أبويا، أقدر أقول له حبيبي، أقدر أقول له يا أبويا، أقدر أقول له حبيبي، أقدر أقول له إلهي وأبويا وحبيبي. وشعبه في البرية، واللي شق بحر صوف قدامه في المية. عارفين اللي كان مع موسى وشعبه في البرية، واللي شق بحر صوف قدامه في المية. يوسف لما كان في سجنه نجاه من الخطر، يوسف لما كان في سجنه نجاه من الخطر. والفتية عبروا في النار معاهم عبر. أنا أقدر أقول له يا أبويا، أقدر أقول له حبيبي، أقدر أقول له يا أبويا، أقدر أقول له حبيبي، أقدر أقول له إلهي وأبويا وحبيبي. الملك الجبار القادر رب يشوع إليه، عارفين رب الملك الطاير والقوة المغفية. الملك الجبار القادر رب يشوع إليه. جولييت لما عير شعب مغرور انكسر، جولييت لما عير شعب مغرور انكسر. وداود لما استخدم اسم في الضعف انتصر. أنا أقدر أقول له يا أبويا، أقدر أقول له حبيبي، أقدر أقول له يا أبويا، أقدر أقول له حبيبي، أقدر أقول له إلهي وأبويا وحبيبي. كان مصير يموت ونار أبدية، نزل واتصلب بدالي سحق راس الحية. عارفين لما كان مصيرنا موت ونار أبدية، نزل واتصلب بدالنا سحق راس الحية. شال عني عار الخطية وناموس العمل، شال عني عار الخطية وناموس العمل. ويصار ليا فيه ضمان شفاعة وأمل. وأقدر أقول له يا أبويا، أقدر أقول له حبيبي، أقدر أقول له يا أبويا، أقدر أقول له حبيبي، أقدر أقول له إلهي وأبويا وحبيبي، أقدر أقول له إلهي وأبويا وحبيبي، أقدر أقول له إلهي وأبويا وحبيبي. إلهي وأبويا وحبيبي. ميشو الرب اداك الكلمات دي، ارجع تاني واكتب. عايزين كده ترانيم توصلنا، تدخلنا في المحضر الإلهي وفي السماء. أمين أمين. شاركينا بنقطة قلتيها تلمس القلب. زي ما كانت الترنيمة بتتكلم دلوقتي، أقدر أقول له إلهي وأبويا وحبيبي. زي ما احنا قلنا إن سفر إستير ما ذكرش كلمة اسم الله، لكن أصابع الله كانت في كل صغيرة وكبيرة، في كل تفاصيل السفر إيد الرب وأصابع الرب كانت باينة قوي بطريقة غير عادية. بس عايزة أكد على نقطتين صغيرين. إنه الرب أكرم مردخاي لأنه مردخاي كان أمين قوي للرب. فإحنا الرب هيكرمنا، والإكرام أكيد جاي. الرب قال حاشا لي فإن أكرم الذين يكرمونني. فأنا علي دور، الرب دوره بيعمله بأكمل وجه، وهو عندي كلمته وقد كلمته. بس أنا علي دور، الدور بتاعي إن أنا أكرم الرب، إن أنا أكون أمين مع الرب، إن أنا أكون بعيش الكلمة وبعيش المكتوب. أنا قابلت ناس كتيرة في البلد في أمريكا
دي بلد مفتوحة والشر زيادة والشر بطريقة صعبة، لكن الرب عاوز يقيم ناس فعلا أمناء في البلد دي، زي ما كان بيتكلم القسيس مردخاي قال لأستير لوقت مثل هذا الرب أقامك في المكان دوت. فأنا عايز أقول لحد لكل واحد جاي من أي أماكن في البلد ديت أو متغرب في مكان تاني، الرب أقامه مدام هو في الخطة وفي مشيئة الرب، الرب أقامه يكون أمين للرب في شغله في عمله في كل مكان. وأكيد مدام هو هيكون أمين للرب حتى لو كانت الظروف بتاعته صعبة، لا الرب هيتدخل وهيكرمه ويرفع راسه ويرفع ويديله نعمة ويديله إكرام غير عادي لأنه هو أمين للرب. النقطة التانية إن هم استير قالت حاجة جميلة قوي لمردخاي أو طلبت منه طلب جميل قوي قوي، وده المفتاح، ده المفتاح لحاجات كتيرة قوي في حياتنا. قالت له أطلب وقول ونادي أنه كل الشعب بتاع إسرائيل اللي في المملكة بتاعتهم أن هم يكونوا بيصوموا ويصلوا ثلاث أيام من أجلها علشان لما تيجي تدخل للملك، لأنه كان ممكن تدخل للملك كان ممكن الملك ما يقبلش ما يقبلهاش وما يقدملهاش القضيب بتاع الذهب وما كانتش تعرف تتكلم معه خالص. فهم فعلا عملوا كده، صاموا وصلوا ثلاث ايام وصرخوا للرب. ومردخاي بيقول انه صرخ صرخه عظيمه مره، صرخ للرب مش من اجل نفسه بس، هو ما كانش خايف على نفسه، لان هو لو كان خايف على نفسه كان ممكن يسجد او يوطي لهمان، لكن هو كان همه قوي شعب الله، كان شعب الله في قلبه وشايل شعب الله جواه، فهو كان امين للرب، فهو نادى فعلا بصوم وصلاه. فعاوز أقول لو أي حد فينا قدامه مشاكل، قدامه يعني في ناس كتيرة برضو في أمريكا بتقول كنا في وإحنا في مصر مثلا كنا في حالة روحية حلوة وكنا وكنا وكنا، الوقت ما ضعش والوقت ما انتهش، بس أنا أكون للرب وإن أنا أكمل صوم وصلاة، ده المفتاح الأيام ديت اللي إحنا نكون بنصوم ونصلي ونقعد قدام الرب ونطلب الرب وما نيأس ونفشلش لغاية ما الرب فعلا يستخدمنا وإنه الرب يحقق قصده من وجودنا في البلد ديت. هقول حاجة صغيرة قوي، إنه إيليا لما وقف المطر وقفه بكلمة، لكن لما جات المطر والرب قال له إن المطر جاي وقال له قول لأخاب إن المطر جاي ما كانتش بكلمة، ده قعد سبع صلى، الكتاب بيقول صلى سبع مرات وحط راسه بين رجليه يعني معناه سجود وتذلل قدام الرب. بعد سبع مرة شاف غيمة قدر كف، ما يقس وكمل صلاة. فأنا عايز أقول لكل حد بيصلي من أجل ولاده، من أجل حد، من أجل استخدام الرب ليه، من أجل أي شيء شايفه صعب قدامه، ما تيأس ما تفشلش، كمل صلاة، كمل صلاة بإيمان، صوم وصلي قدام الرب وأعلن إيمانك وثقتك في الرب والرب أكيد هيحقق المواعيد. أنا عايز أوضح كلمة هنا يعني مفتاحية، أنت قلتي صلى وقول وأعلن، إيه الفرق بين الاتنين؟ يعني بنقول للناس صلوا، طب إيه الفرق انه يصلي او يعلن؟ ما هو انا ممكن اصلي بس بعدم ايمان. لا ومعلنش. ازاي يعني؟ قولي لي مثلا مثلا انا بقول انا يعني انا بمتلك مثلا ابني للمسيح او بمتلك بنتي للمسيح، انا بعلن ان بنتي ديت او ابني لو هو بعيد عن الرب مثلا، يعني انا بعلن ان ابني مش للهلاك، انا بعلن ابني للمسيح، انا بعلن ملك الرب عليه وان هو هيجي في يوم من الايام وهيكون خادم للرب. انت بتشرعي في عالم الروح وبعلن كده وبتعلني ودي صلاتك بالظبط، دي صلاتنا يعني مش وحياتك يا رب عشان خاطري يا رب، طب بص طب، لكن في صلاه التذلل. في صلاه التذلل زي ما انا بقول ايليا صلى وسجد سبع مرات لغايه ما الرب، رغم ان الرب كان وعده بالمطر لكنه صلى وطلب الوعد، ما قالش ايه ما هو الرب وعد خلاص انا مش هصلي. فالصلاة مهمة لطلب مواعيد الرب والتمسك بمواعيد الرب. امين. بفكركم بالحركة الروحية اللي هتغير الجو الروحي، ان احنا في كل ساعة هنعلن الهنا ملك علينا وعلى بيوتنا وعلى اشغالنا وعلى كل حاجة تمتد اليها ايدينا، وهنعلن قوة دم يسوع وهنقول غلبناه بدم الخروف وبكلمة شهادتنا. كلمة شهادة الإعلان، احنا بنعلن الكلام اللي انت بتقوليه، هعلن ابني للرب بنتي للرب، الشغل ده مش هيقف، عمل الله والخدمة دي مش هتقف، كل أعمال إبليس تحت الدم وهم غلبوه بدم الخروف وبكلمة شهادتنا. يس. عن ايه؟ عن الدم، انه يرى الدم فيعبر عنا. يس. فضل أسيس، أنا عارفة فضل الخمسة عشر دقيقة والحلقة تخلص بسرعة.
إذا كنا تكلمنا في أبويا في المشهد وشفنا الكلمة الأولى أبويا في المشهد لأنه صاحب السلطان، الكلمة الثانية أبويا في المشهد لأنه ماسك زمام الزمان، الكلمة الثالثة أبويا في المشهد لأن أنا ابنه وهو أبويا الحنان. فحتة هو أبويا ديت أنا حبيتها تكون أبويا، ما عرفتش أقولها لبابا ولا دادي، لكن هو أبويا. ده بالمنياوي السعيد الجميل. أقدر أقول له أبويا، أقدر أقول له أبويا. وفي قصة رائعة يا أخت إيفيت بتتكلم عن نفس الكلمة ديت، هو في المشهد أنا ابنه مش ممكن أبدا هيسيبني. الحتة ديت أنا بتكلم فيها لناس موجودة وبتسمعنا في اللحظات ديت. في مرقس 6، مرقس 6 في قصة معروفة عن الرب يسوع والتلاميذ، يذكر الكتاب فيها برضو ثلاثية ألزمهم وأدخلهم السفينة. بعد كده حتة جميلة كان يصلي من أجلهم. الحتة الثالثة أتاهم لكيما يطمئنهم. في ثلاثية رائعة في الثلاثية ديت اللي الله بيكلمنا فيها. أول حاجة ألزمهم وأدخلهم، ولما أدخلهم السفينة قال لهم اجتازوا إلى العبر. وفي الحتة ديت تحديدا وهو بعد ما بعتهم بدأت الهزيع الأول يعدي، الهزيع الثاني يعدي، الهزيع الثالث يعدي ومفيش المسيح. مش في المشهد، مش في المشهد. السفينة بقت في وسط البحر، الحاجة الثانية معذبة، الحاجة الثالثة الدنيا ظلمة، الحاجة الرابعة ريح ونقم من كل حتة. يعني بكل المقاييس هو مش في المشهد، هو في المش الكلام هنا بيقول انه مش في المشهد. انت فين؟ الهزيع الاولاني اسمه هزيع الانتظار، انتظروا يجي، ما هو اللي بعتهم انتظروا يجي. الهزيع الثاني اسمه هزيع مش الانتظار، الانتشار، يلا يا مرقس يلا يا بطرس كل واحد منكم يجيب جردة المية لان السفينة اتملت مية، ناخد ونرمي، انتشار كل واحد في حتة. الهزيع الثالث اسمه هزيع الانهيار، انهاره كل واحد خد له حتة في المركب وراح ركن. لكن في هزيع تدخل من اله بار وجاي لان ابويا في المشهد. اول حاجه احتمال يكون في الزاميه ودخلت في الايام ديت في تجربه معين، في الم معين، في مرض معين. اعرف ان ابوك، اعرف ان ابوك في المشهد، اعرف ان هو ماسك زمام الزمن، اعرف ان ابوك مش ممكن ابدا هيسيبك. لكن مش كده وبس، مش هو ادخلهم وسابهم خلاص، لكن الكلمه الثانيه الرائعه ودي مفتاح وبتعدي على ناس كتير وعدت عليا كتير سنين عمري. لكن وانا بادقق في كلمه الله يقول لك واما هو، بص المفتاح هنا، واما هو فمضى الى الجبل ليصلي. اخويا الغالي اعرف ان ابوك في المشهد حتى لو انت مش شايفه، لكن هو بيصلي علشانك. وانا بيقول لبطرس الكلمات ديت، وانا طلبت، الشيطان عايز يغربلكم كالحنطة، وانا طلبت اليك لكي لا يفنى ايمانك. خلي بالك معايا، الرب صالح جدا، هو في المشهد. مضى الى الجبل ليصلي. طب ما تسيبهم هم في البحر يغرقوا يعيشوا يموتوا براحتهم. قالك انا بصلي ليهم. كل ولد من اولاد الله، كل بنت بتمر في هذه الأيام بتجربة معينة، بأمور قاسية، حاسة أن كتافك انحنت، حاسة أن الضغط بيجي عليك كبير، اعرف أن أبوك بيصلي علشانك. وأما هو فمضى إلى الجبل ليصلي، كان بيصلي علشانهم. صح أنت في عمق التجربة، صح أنت في عمق الألم، يمكن يكون فقدنا حد عزيز علينا، يمكن يكون حاجات كتير سلمت منا، لكن أبوك في المشهد وسيرد المسلوب. أبوك في المشهد وسيتم التعويض في اسم يسوع المسيح. هو يعرف يعمل الكلام دوت في اسم يسوع، لان ابويا في المشهد، ابويا في المشهد. اول حاجه دخلنا المشهد ودخلوا التجربه ودخلوا في وسط البحر ومش عارفين يتصرفوا. الحاجة الثانية هو في المشهد لأنه بيصلي علشانك. على فكرة وإنت مش شايفه في المشهد، أعرف كويس إن في إيدين هتطبطب عليك. أعرف كويس وإنت في وقت ظروفك الصعبة، أعرف إن أبوك في المشهد مش ممكن أبدا هيسيبك. هتلاقي إيده موجودة على ظهرك وبتسندك بيقولك ما تخافش يا ابني، ما تخافيش يا بنتي، حتى في ظروفك الصعبة أنا مش سايبك لأن أنا بصلي علشانك. لكن الجميل في الأمر أدخلهم صح، وكل المؤمنين بيمروا بتجارب. على فكرة احنا مش مفيش مؤمنين صوبر. انا الـ 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 يعني في ناس واخده تعليم ان المؤمن لا يعيا ولا يمرض ولا يحصل له اي حاجه، غنى والدنيا لا. وانت بتمر بالتجربه، عارف الجميل فيه يا اختي ايفيت؟ الجميل ان وانا بمر في الامور ديت انا مسنود على ايد ابويا.
ابويا اللي في المشهد، ابوك في المشهد ما تقلقش. حد يذكر الكتاب يقول لك ايه، ايضا اذا سرت في وادي ظل الموت لا اخاف شرا. عارف ليه؟ لانك انت معي، ابويا انا بتسند عليه. عارفه العيل الصغير اللي يكون ماشي مسنود على ايد ابوه مش فارق معاه اي حاجه، عارفه ليه؟ لان ابوه متصدر المشهد، ابوه ماشي في المشهد، ابوه هو اللي بيعمل كل حاجه، انا ماشي مسنود. يا امسك النهارده، امسك النهارده في ايد ابوك وقول له انقذني النهارده، امسكني من ايد الصغيره وقودني في اسم يسوع المسيح. الحاجة الأولانية دخلوا التجربة حقيقي، الحاجة الثانية هو خلي بالك هو بيصلي علشانك لأنه في المشهد، لكن الحاجة الثالثة اللي بختم بيها أتاهم ما سابهمش. في الهزيع الرابع جاي، احتمال تكون أنت في الهزيع الرابع أو في اللحيظة الأخيرة من الهزيع الرابع، أعرف كويس أن أبوك جاي لك، أعرف أن أبوك جاي لك في اسم يسوع المسيح، جاي لنا في الهزيع، يمد إيده بشفاءات في اسم يسوع. لكن عارف جي ازاي؟ جاي ماشي على المية، ما يتوقعوش ابدا. كان ممكن يقول للسفينة تعالي تاني عند البر ويجيبها، كان ممكن يقول لهم خلاص انا يعني حسيته الامتحان بتاعكم خلص ويروح مصفر للسفينة ولا عامل لها اي اشارة توصل للبر تاني، ما عملش كل دوت. اصلي جاي لغاية عندك لان ابوك اللي في المشهد، ابوك اللي في المشهد مش هيسيبك النهارده. يذكر كتاب اتاهم على الميه، ولما جاء على الميه معنى كلمه، على فكره عارفه في اللغه الفرعونيه المصريه القديمه، عارفه لما كانوا بيكتبوا، انت عارفه كانت رسومات ما كانش فيه كتابات زينا، عارفه لما كانوا يكتبوا عايزين يكتبوا كلمه مستحيل يكتبوها ازاي، كلمه مستحيل يكتبوها ازاي ده في اللغه الفرعونيه القديمه، يعملوا ايه؟ يعملوا ثلاث سطور زي كده، زي ميه متعرجه، ميه متعرجه ثلاث سطور ورا بعض، ويحط عليها رجل قدم. يعني ايه؟ يعني مستحيل ان القدم دي تمشي على الميه. اهو المستحيل عمله، المستحيل عمله. النهارده هو عايز هياتي ماشيا على الميه. عارف ليه؟ لان هو في المشهد، هو في المشهد. يذكر كده بيقول لك اتاهم، وبعد ما اتاهم يذكر دخل السفينه، واول ما دخل السفينه سكتت الريح وصار هدوء عظيم. ويوصل لك الرسالة، اسمعها بروح النبوة، ثقوا أنا هو لا تخافوا. النهاردة أبوك اللي في المشهد بعت لك إعلان في اسم يسوع بيقول لك أنا هو ما تخافش، وانت في التجربة أنا هو ما تخافش، وانت في الضغوط هو الرب بيقول لك هو ما تخافيش، وانت في المرض وعلى سرير المرض أو في المستشفى أو بتسمعنا في أي حتة في العالم بيقول لك أنا هو ما تخافش ما تقلقش. عارفة ليه؟ لأنه هو في المشهد، هو في المشهد. أنا مليان بالكلام ده النهاردة، وهو بيقول لك ما تقلقش لأن أنا في المشهد، في ظروفك، في ضغوطك، في كل اللي بتمر بيه أنا في المشهد، أنا مش هسيبك. وهو يعرف يعملها. أبويا 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 في المشهد. صح نبان إحنا في التجربة فعلا، لكن هو بيصلي علشاننا فعلا، لكن قريبا وقريبا جدا سيأتي لكي ما يدخل سفينة حياتنا، هيطبطب علينا ويقول لك يا ابني انت اجتست الاختبار بنجاح، وانا هاخدك في حضني وما تجلكش تماما، لان انا عارف كويس. وكويس انك انت كنت متأكد وعارف ان ابوك كان في المشهد. بصلي لكل متألم في هذه اللحظات، بصلي لكل حد بيمر بظروف صعبة في هذه الأيام، أيا كانت ظروفك الصعبة اللي بتمر بيها، اتأكد النهاردة بعد الساعة ونص دول اعرف كويس ان ابوك ما سابكش ومش بيسيبك ولا هيسيبك. عارف ليه؟ لان ابوك متصدر المشهد. هللويا. متصدر المشهد، هو صاحب كل السلطان وفي ايده زمام الزمان، يعرف يعملها. هللويا. ويعرف كويس انك انت ابنه وهو ابوك الحنان، ويستمر ابوك في المشهد. امين امين امين. يس. نجات عندك كلمه نهائيه في مده دقيقه. عايزه اقول انه انا يعني احنا احيانا كتير قوي في حاجتين، احيانا بيبقى عارفين انه الله ده ابويا او حنين وكل حاجه، بس احنا مش متمتعين بالامتياز دوت، بالاعلان ده سلطان. دي احيانا بيبقى الابوة عندنا مشوهة، ممكن يكون واحد ابوه مثلا بيتعامل معاه بقسوة او بطريقة صعبة، فهو مش قادر يستوعب يعني ايه ابويا الحنان، لان هو ما جربهاش في الارض. عايز اقول ان الاب السماوي غير الاب الارضي خالص. نعم. خالص مختلف تماما، لكن ابويا الاله العظيم دوت هو ابويا الحنان. يعني نفسي ان احنا فعلا ندخل محضر يس. ربنا ونتمتع بالاعلان دوت، ونتمتع يعني ايه ابويا الحنين. عايز اقول ان الله صالح، وكلمه صالح ديت انه ما بيعملش ولا حاجه غلط وبيعمل كل حاجه صح.
يعني هو عمره ما بيعمل أي حاجة غلط وبيعمل كل حاجة صح. نعم. إحنا أحيانا في الآية بتاعت وكل أشياء تعمل معنا الخير، أنا سمعت الترجمة ليها أني ونحن نعلم أن الله يعمل في كل الأشياء لكي ما تعمل معنا الخير. هللويا. فكل حاجة لوحديها ممكن ما طلعش منها خير. يعني أقول مثلا موقف ده إيه خير فيه أنا معرفش، لكن الله بيحط الأمور كلها جنب بعض، لأنه إله عظيم وإله حكيم وصاحب السلطان وزمام الأمور في إيديه كلها، ما بتفلتش من إيده خالص. فهو بيجمع كل الأمور في إيده وبيطلع منها خير لأولاده، لأولاده اللي بيحبوه فعلا زي ما الكتاب بيقول. أمين. فأنا عايزة أشجع أي حد حاسس أنه في أمور صعبة بتمر بيها في حياته، لكن ثق أن الرب لأن أبوك. يعني إحنا لو تخيلنا كل واحد مع ابنه بيعمل أفضل حاجة لابنه، جايز ممكن حاجة اللي بيعملها لابنه أفضل في وجهة نظره ده أفضل حاجة، جايز بيكون بضر ابنه، لكن لأن أبويا حكيم وصالح وعارف بيعمل ايه كويس خلق الدنيا كلها، كل اللي يعمله من ناحيتي انا خير لا شر. لازم اتاكد من كده ولازم ابقى متاكد ومتمتع بكده. انا بشكركم جدا 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 على انكم كنتوا مش هقول ضيوف، انتوا اصحاب برنامج من القلب للقلب. اهلا وسهلا بكم في امريكا، واهلا وسهلا بكم في بيوتنا، واهلا وسهلا بكم في قلوبنا. شكرا لمحبتك يا بركة. أحبائي جينا لنهاية البرنامج، وعايزة أفكركم بثلاث حاجات. الحاجة الأولانية إن إحنا هنعمل حركة عالمية، هنقف كل ساعة وهنعمل تذكير لنفسنا على التليفون أو بأي طريقة، ذكر نفسك كل ساعة at the hour، يعني الساعة 2 الساعة 3 الساعة 4 الساعة 5. ممكن ناخد ساعات النهار واحنا هنا في الناحية التانية، هياخدوا الساعات التانية العكس، هيبقى غطينا كل الوقت. يعني ممكن يعني لغاية الساعة 11 انا بعملها لغاية الساعة 11 بالليل، مش بقوم بالليل. حلوة قوي. وهنقف وهنعلن ان هو ملك علينا، ابويا ملك علي. يس. ابويا صاحب السلطان. يس. ابويا اللي خلق كل حاجة في الدنيا. يس. تخضع له. وهبتدي اعلن سلطان دم يسوع، وهقول باسمي انا ايفات ادوار فكري البياضي، بعلن ان انا غلبة بدم الخروف وبكلمة شهادتي. كلمة شهادتي على ايه؟ على الدم. يعني هقول ايه؟ يرى الدم فيعبر عني، او هقول الدم جعلني قديسة، الدم جعلني بارة. كل الحاجات اللي الكتاب المقدس بيتكلم فيها ان قوة الدم بتعمله هبعتها لكم في ايميل، اطلبوها هنا من الكارما وهنبعتها للكارما والكارما هتبعتها لكم، ونقولها تبقى قدامنا بالعربي وبالانجليزي، ولو عايزين تترجم بلغات تانية ونعلنها. لو انت ليك باص ولا ليك حد مؤمن اسباني ولا صيني هتترجم بكل اللغات وتعلن في كل الارض. هللويا. امين. وهم غلبوا بدم الخروف وبكلمة شهادتهم ولم يحبوا حياتهم حتى الموت. باسم الرب يسوع بعلن انتصار. لكن خدوا الكلام ده بجدية، مش برنامج اتفرجنا عليه وخلاص، شيروا البرنامج ده، خلوا ناس أكتر تعرف عنه وتنطق بيه. لو في أديان تانية علشان بيعلنوا خمس مرات إعلانات بميكروفونات وبصوت عالي، الشر غلب. شوفوا اللي حصل في أفغانستان وإحنا مكسلين ننطق. أفرض نعلن العكس، لازم نعمل الأجواء، لازم نقف بقوة السنة نعلن. أصواتنا بتعمل فرق وتغيير. نعم. استخدم صوتك. تعرفين لما أصوات كتير بتكون بتتكلم في نفس الوقت ممكن الفايبريشن بتاعتها تهد سور. يس. تهد جبل، تهد الفايبريشن بتاعت أصواتنا ليها قوة. بتستخدم صوتك في إيه؟ إعلان كلمة الرب، مش في الزعاء، مش في الخناق، مش خنائي وشتايم لمراتي، ولا بتتكلم بتقول ايه؟ يعني نعلن كلمة الرب. خلاص فاضل دقيقة ولا يمكن انسى، زي ما بولس الرسول علمنا اننا نذكر ونشكر. يس. انا بشكر كل الستاف بتاعنا اللي تعب في تحضير البرنامج ده، بشكرك يا ديانا، بشكرك يا اميل، يا امجد، يا باسم، يا ايمان، كل اللي اشتغلوا معايا في البرنامج ده، كل الستاف اللي هنا في الكارما، بشكر الكارما، بشكر صامويل اللي ربنا استخدمه يفتح الابواب علشان تكون ويندو للعالم كله يسمعوا ويفهموا ويتكلموا ويعلنوا. بشكر فريق التصوير
الولاد الحلوين اللي واقفين، يوسف الشاب الصغير اللي واقف على الكاميرا، بشكر جوزيف، مش عايزة أقول أسماء وأنسى أسماء تاني، لكن مجدي ثابت، بشكر جدا جدا باسم، بشكر إنجي، بشكر أمل، بشكر جورج، بشكر كل واحد. بشكرك يا جوزيف، جبت لنا النهاردة القهوة وريحت قلبنا، وجبت جاب لكم نعناع وخلاكم تحسوا ريفريشنج الصديقين. yes. يريح أحشاء القديسين. بشكركم بشكركم بشكركم، وإلى اللقاء الشهر الجاي، آخر أسبوع، آخر ثلاث في الشهر، ومقابلة تانية مع برنامج من القلب للقلب. صعوبات وتحديات، تعب ومرار، حولها يسوع انتصارات.